كتيبة 648 مزاعم الناطق باسم قائد العدوان على طرابلس أحمد المسماري حول انسحاب ميليشياتهم من جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 3 كيلومترات خلال عيد الفطر لغايات إنسانية كذبتها الوقائع على الأرض، فما إن دخلت قوات الوفاق إلى المناطق المحررة حتى بدأت نوايا ميليشيات حفتر تتضح جلية، فكانت أدوات قتل المدنيين حاضرة في محاور صلاح الدين ومشروع الهضبة من خلال استخدام ميليشيات حفتر لاستراتيجية عناصر تنظيم داعش الإرهابي في انسحابها بتلغيم وتفخيخ كل ما أمكنها دون أي اعتبارات. قوات الوفاق رصدت كمية هائلة من الألغام التي فخخت بها الميليشيات الإرهابية منازل المدنيين قبل فرارهم من تمركزاتهم في محاور صلاح الدين والمشروع وعنزرة، ما دفع غرفة عمليات بركان الغضب إلى تحذير المواطنين من الرجوع إلى منازلهم بعد تحرير نطاقها قبل إتمام عمليات المسح وإزالة الألغام والمتفجرات وصدور التعليمات من الغرفة. وفي تصريح للناطق باسم الجيش عقيد طيار محمد قنونو قال إن التعليمات قد صدرت لسرايا وفرق الهندسة العسكرية بمسح كامل للمناطق المحررة وتفكيك الألغام وبقايا القذائف المتفجرة وغير المتفجرة قبل السماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم. وأوضح قنونو في تصريحه أن ميليشيات حفتر زرعت أنواعا مختلفة من الألغام في المزارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المنازل، مؤكدا أن الألغام التي زرعتها الميليشيات تستخدم ضد المركبات والآليات، وبعضها أدخل عليه تعديلات لتنفجر بمجرد أن يطأها الأفراد، ما يشكل خطرا أكبر على المدنيين. وأشار قنونو إلى أن أسلوب تفخيخ المنازل والطرق الذي استخدمته ميليشيات حفتر هو ذات الأسلوب الذي انتهجه تنظيم داعش الإرهابي في سرت قبل تحريرها عام 2016 في ملحمة عملية البنيان المرصوص. إذن هو ذات الأسلوب مع اختلاف الأسماء، فإرهاب ميليشيات حفتر وزرعها للألغام في المناطق التي فرت منها على غرار تكتيكات عناصر تنظيم داعش الإرهابي يجعل الصورة واضحة للعيان حول ما تضمره هذه الميليشيات في عدوانها على العاصمة.